لماذا ندرس التوحيد؟ ها يا اخوانا اترك الكتب يا شيخ، يا شيخ اترك الكتاب. لماذا ندرس التوحيد؟ ها من يقول لي؟ نعم يا شيخ، حق الله العبيد، خلقنا لنوحد الله سبحانه وتعالى، لا يقبل الله سبحانه وتعالى اي عباده الا بالتوحيد، لا يدخل الجنه الا موحد، استقرار الامن الهدايه الطمانينه حلاوه الايمان، سبب لشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، تكثير الحسنات تكفير السيئات. تمام.